وبعد عقود طويلة من اتحاد الأحزاب السياسية من جميع التوجهات لإبقاء قوى أحزاب أقصى اليمين بعيدة عن السلطة، يسقط هذه المرة جدار الحماية يقصد به الاستراتيجية التي كانت الأحزاب السياسية في أوروبا لتهميش أحزاب أقصى اليمين. صحيفة بوليتيكو ذكرت أن هذه التطورات تثير تساؤلات بشأن تداعيات هذا الاختراق المتوقع أصلا على مستقبل الاتحاد الأوروبي، موضحة أن سقوط جدار الحماية سيكون له انعكاسات على سياسة الاتحاد وعلى قضايا الهجرة واللجوء وغيرها من الملفات. الصحيفة الأمريكية قالت إن أحزاب أقصى اليمين في أوروبا تهدف إلى تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان، إذ من المرتقب أن تنطلق الانتخابات في 6 يونيو بهولندا على أن تعقد بباقي دول الاتحاد في 9 من الشهر هو ذاته. تشير استطلاعات أجرتها يورو نيوز إلى أن قوى أحزاب أقصى اليمين والأحزاب المحافظة في طريقها لتحقيق فوز غير مسبوق. وفقا لبوليتيكو فإن المكاسب الانتخابية ستكون ضمن تكتلات تشمل أحزاب من أقصى اليمين من فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا. تشير أيضا بوليتيكو إلى أن الأحزاب المحسوبة على أقصى اليمين تستغل الزخم الذي يتوفر لها لتشكيل كتلة سياسية قوية، ومن شأن أي تحول كبير نحو أقصى اليمين أن يدفع بقضية الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية الأوروبية المقلقة لها في السنوات المقبلة. في هذا الإطار يرى مراقبون أن الانتصار المرتقب لأحزاب أقصى اليمين في الانتخابات سيظهر خاصة في الدول التي استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين. وفقا لبلومبرغ فإن الضغط متواصل للمطالبة بمزيد من الخطوات الصارمة لمراقبة الحدود وأيضا لتخفيضات جذرية في أعداد استقبال المهاجرين.